مشاهدينا رجعنا لكم من جديد. هالمرة خلينا نروح لرحلة ساحرة إلى الأردن، الأردن الحبيب، شق الروح وتوأمة فلسطين. كنا نتمنى كمان يمتد بيت للكل لدول كتيرة في الوطن العربي، وإن شاء الله ما بيوقف عند حدود دولنا الأربعة، لأن صوت كل عربي حر. نتمنى يشاركنا في هالبيت اللي صنع خصيصاً بالحب والمحبة. خلونا نشوف رأي الكاتبة الصحفية نيفين عبد الهادي، بعدها نرجع لنكمل هذا الحصاد. لا شك أن بيت للكل هو عبارة عن علامة فارقة في العمل الإعلامي العربي المشترك، شكل ظاهرة إعلامية إن ونحن بذلك لا نجافي الواقع والحقيقة، وشكل خلينا نقول ميكس عربي بين أربع دول تعتبر من الدول القيادية، سواء كان في العمل الإعلامي أو في العمل السياسي أو حتى في العمل الثقافي والفني. فنحن اليوم نتحدث عن برنامج بحجم عطاء وتعاون عربي لا يمكن إسقاطه من الإنجازات العربية التي شهدها المشهد الإعلامي العربي بشكل عام خلال هذا العام. البرنامج تضمن الكثير من المواد الثرية والهامة جدا في الشارع العربي بشكل عام، وفي الشارع لهذه الدول، الشارع المحلي خلينا نقول في هذه الدول الأربع. نعم، هو برنامج زي ما قلت بحجم أن يطلق عليه هو علامة مميزة في التعاون العربي ونموذج يحتذى. يعني ريت يكون في نوع من مثل هذه الشراكات في أكثر من مجال إعلامي عربي. يميز العمل الإعلامي بشكل عام هو الميدان، وعندما الميدان هو الأكثر صدقاً في نقل المعلومة ونقل الحقيقة ونقل الواقع كما هو.